الجمهور هنا في انتظار بداية هذا اللقاء. كل المؤشرات تؤكد على أننا بانتظار مباراة قوية. دقائق ورح نكون مع حضراتكم في ملعب الاتحاد وبث مباشر لأحداث المباراة. أحبتي المشاهدين في كل مكان، مساء الخير عليكم جميعا. من ملعب الاتحاد نلتقي وسط أجواء مميزة مع وحد بقضاء أمسية رائعة. معكم فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن مباريات فرصة خطيرة. هنا تصدي لم يبعد الخطورة بشكل كامل. هذه هي التشكيلة الأساسية للسيتيزنز في مباراة اليوم. في المرمى راح يتواجد إيدرسون، روبن دياز سيلعب إلى جانب ستونز في خط الدفاع، رودريجو سيبدأ مع كوفازيت في قلب الوسط، وفي الهجوم سيتواجد هالاند. تشكيلة الجنرز اللي يبدأ فيها أرسنال اليوم. في حراسة المرمى يتواجد رامزديل، مارتن أوديغارد سيبدأ بجانب ديكلان رايس في وسط الملعب، وفي الأمام يتواجد رأس حربة وحيد في هذه التشكيلة. تدخل سليم وابتكاك سليم للكرة. تركيز كبير هنا في المباراة على النجم الكبير هالاند. هداف فرصة للتقدم في المباراة. يا رب أي لحظة وأي كرة، أي لقطة وأي لمسة، الكرة في المرمى، هدف ولا أروع. كرة في منتهى الروعة، مرت بعيدة عن الحارس، ارتدت من العارضة إلى الشباك. هدف أول في المباراة، تقدم الأب بهدف مقابل لا شيء. هافيرتز تمريرة حاسمة. ما زال البحث جاريا عن فرصة. ساكا حلو التدخل واعتراض الكرة، بيعدي فيها بمر بيعدي. يا رب هدف آخر يأتي، هدفين الآن، هدف وراء هدف، يبحثون عن التفوق وتأكيد الانتصار. الله على بداية قوية. وهذه هي الإعادة اللي توضح لك فنيات هالاند ونجاحها في تجاوز المدافع وبدون تردد وبكل ثقة. إنهاء مثالي في المرمى في موقف انفراد تام بالمرمى، وبلا شك إضاعة هذه الفرصة لم يكن خيارا متاحا. تتحول السيطرة هنا، صافرة وضرب حرة مشاهدينا لمصلحة فريق أرسنال. والآن مع هالاند. جابرييل الخطر موجود. أوديغارد يفقد الكرة هنا. مان سيتي يهاجم لكن تنتهي الخطورة هنا ويتحول الهجوم. أنا مع فودن. كان يضيف دقيقة واحدة لعمر هذا اللقاء. الحكم يطلق صافرته معلنا نهاية هذا الشوط. الآن استراحة قصيرة ولنا عودة لمتابعة أحداث اللقاء. الإحصائيات تؤكد بأن اللي قدمه في مباراة اليوم وأن بصمته كانت أيضا واضحة في خط الهجوم. تأثيره في المباراة كان واضح جدا، سجل في أكثر من مناسبة وكان يمكن أن يضيف أهداف أكثر من خلال تسديداته العديدة على المرمى.
نعود إلى الملعب مع انطلاقة الشوط الثاني من المباراة. أرسنال يحتاج لتقديم كل ما لديه في هذا الشوط من أجل فرصة ولو ضئيلة في العودة. الله على الكرة، بيعدي فيها بشكل سليم. ألفاريز، والآن فرصة لكرة مرتدة. كوباتيتش، أوهو، بلوك خيالي. المان سيتي يحاول تمشيط الدماء بدلاء. كرة زاوية إلى العمق، لكن الكرة لم تحقق المطلوب منها. كرة بتخطئ المرمى، سهلة بتتحول إلى ضربة مرمى. رائع في قراءة الفريق الخصم. الحكم يمنح الأفضلية للأرسنال. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. كان ممكن تشكل خطورة على المرمى، لم تكن بعيدة، واضح المهارة في التسديد على الطاير. ألا مع فودين ولا مع ألفاريز، اعتراض ممتاز للتسديد على المرمى. الله على التألق، شوف البراعة، شوف النجاح في التصدي. حلوة من الدفاع، خلصها وافتك الكرة. جابرييل، الحكم يتيح فرصة لأرسنال. مساندة تصل الآن. مارتينيلي يفقد الكرة. كرة إلى خارج الملعب، رمية جانبية. أفضلية الاستحواذ اليوم واضح عند الضيوف، لكن لا تترجم ولا تستغل هذه السيطرة إلى فرص حقيقية. يفتقدون للسرعة في الثلث الأمامي، الفريق لازم يكون أكثر حدة ولازم يلعب بشكل مباشر على المرمى حتى يخلق فرص ومحاولات تساعد على العودة. راحت عند ديكلان رايس، يفتك الكرة في المنطقة الخلفية، ودفاع ممتاز. نشاهد فرصة في هذه اللحظات. الجمهور يشجع على التسديد. تصويبة بعيدة بعد أن طالبته الجماهير بالتصويب، بعد ذلك سيفكر مرتين أو أكثر قبل أن يعيد المحاولة. ست دقائق فقط على نهاية المباراة. جورجينيو، تدخل ناجح على الكرة. تمريرة في ظهر الدفاع. التمريرة كانت سليمة، لكن التسلل موجود وواضح. التسرع في الانطلاق المبكر سبب واضح في الوقوع في مصيدة التسلل. توماس بارتي، عرف كيف يمر، عرف كيف يتخلص. تصدي ممتاز من حارس المرمى. استغلال جيد للطرف من مانشستر سيتي. ينطلق بالكرة الخطيرة. تصدي بكل ثبات. بينفذ الركنية. ضربة ركنية لا تمر إلى المنطقة. وصلنا لنهايه المباراه مشاهدينا، انتصار للسيتيزنز وتحقيق لنقاط الثلاث. وجود فارق الهدفين كان الفريق يلعب باريحيه اكبر، خاصه في الدقائق الاخيره. اكيد الكل مرتاح لتحقيق النقاط الكامله في مباراه اليوم.